السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في قناة حكايات. قصتنا اليوم بعنوان الأسد والثور من كتاب كليلة ودمنة، أرجو أن تنال إعجابكم. يحكى أن رجلا أضعفه الكبر وكان له 3 بنين، فلما بلغوا مرحلة الشباب صرفوا في مال أبيهم ولم يحترفوا حرفة يكسبون بها رزقهم. حزن الأب لسوء فعلهم ولامهم على تصرفاتهم، وبين لهم أن من لا مال له يهون على أقرب الناس إليه، وحثهم على كسب المال من أفضل الطرق. ذهب أكبر الأبناء للتجارة وكان بصحبته عرب يجرها ثوران، أحدهما يدعى شتربة والآخر يدعى بندبة. وفي الطريق غاص شتربة في الوحل وقد بذلت كل محاولة لإنقاذه ولكن دون جدوى. انصرف هذا الابن ومن معه من أصحابه وتركوا عند الثور رجلا يشرف عليه ريثما تجف الأرض وينطلق الثور. بات هذا الرجل ليلته فأحس بوحشة المكان، فعزم على أن يترك الثور ويغادر المكان. فما أن طلع الفجر حتى انصرف الرجل ولحق بصاحب الثور وأصحابه وأخبرهم بأن الثور شتربة قد هلك. ومرت الأيام وتخلص الثور مما كان فيه، وكان بالقرب منه مرعى خصيب، فأخذ يأكل ويرتع حتى سمن واشتد، فأخذ يخور بصوت مرتفع. وكان هناك أجمة يقيم بها الأسد ملك الناحية، ومعه صحبة من السباع والوحوش، اعتمد عليهم في الأمور المهمة وحل المشكلات الطارئة. وفي ليلة من ليالي الشتاء القارس خار الثور بصوت ارتعد منه الأسد واشتد فزعه، ولكنه لم يخبر أحد مما حوله بما أصابه، إذ كان هذا الأسد كتوما لأسراره لا يطلع على خفاياه أحد، خشية أن يصغر في عين أعوانه والمقربين إليه. كان أعوان الأسد طائفة من السباع والوحوش، منها النمور والثعالب والذئاب وأبناء آوى، أحدهما يدعى كليلة والآخر دمنة، وكان مشهورين بالدهاء والمكر والأدب. ظل الأسد في مكانه لا يبرحه منذ سمع صوت الثور، ظنا منه أنه عدو أشد وأقوى منه قد طرأ على مملكته يريد الإطاحة به، وأنه يعد نفسه للهجوم عليه. فاشتد خوفه وتضاعف فزعه وأسند إلى أحد أعوانه أمر طعامه وشرابه. أحس دمنة بأن الأسد لا يخرج كعادته كل يوم، فأسر إلى أخيه كليلة بملاحظته على الأسد وأنه يريد أن يستوضحه الأمر. فأرشده كليلة إلى أن الاقتراب من الملك ربما عرضه للخطر، وأفهمه بأنه لا يقوى على هذا الأمر، لأن الملوك إنما يبوحون بأخص أسرارهم للمقربين لديهم وأصحاب المنزلة عندهم، وأن دمنة لم يرتفع إلى مرتبة هؤلاء. فرد دمنة على كلام أخيه بأن لديه القدرة على القرب من الأسد وأنه لا يعدم حيله، للتوصل إلى ما أخفاه الأسد في نفسه بشأن الصوت الذي أزعجه وهدده في مقامه. قال كليلة: وكيف تصل إلى ما عزمت عليه ودون أن يصيبك ضرر فيه هلاكك؟ قال دمنة: سأتعرض للأسد في هذه الفترة التي ظهر فيها ضعفه وأتودد إليه بالكلام، فأحصل عنده على منزلة تقربني إليه، وحين يستشيرني في أمره أجيبه بما يظهرني بمظهر الحريص على ما فيه نفعه فيبوح إلي بسره. وانطلق دمنة حتى دخل على الأسد فألقى السلام عليه وظل صامتا بين يديه تقديرا لهيبة الأسد وإعزازا بسلطانه. فابتدره الأسد قائلا: أين كنت وكيف حالك؟ قال دمنة: أطال الله عمر الملك، إنني واقف ببابك منذ مدة طويلة في انتظار أوامرك، ولما لم أمتع بصري برؤية الملك استبد بي القلق وداخلني الشك في أن يكون في الأمر شيء، ونحن معاشر السباع حياتنا مرتبطة بوجودك وهلاكنا متوقف على ما يصيبك. وهنا تهلل وجه الأسد
وذال عنه ما حل به، ودعا دمنا ليجالسه ويكون قريبا منه. فوجد دمنا أن الأسد قد اطمأن إليه، وأنه لا بد كاشفا له عن سره. وفي هذه اللحظات خار الثور بصوت أخاف الأسد، وأدخل على نفسه الفزع، ولكن الأسد أظهر تماسكا وأنه لم يهتم بما سمع. لاحظ دمنا أن ارتباكا حل بالأسد، فابتدره قائلا: هل أفزع الملك سماع هذا الصوت؟ قال الأسد: وقد أمن جانب دمنا، هذا هو ما أقلقني طيلة هذه المدة ومنعني من الخروج كما هي عادتي، وأخشى أن يكون هذا الصوت نذير هجوم على مملكتي أو تقويضا لعرشي، فكيف يطيب لي العيش أو يهنأ لي المقام وأنا لم أتبين بعد مصدر هذا الصوت، ولم أخبر بقوة صاحبه الذي يصدر عنه؟ قال دمنا: وقد أحس بالظفر بما أراد، لا عليك أيها الملك، سأكفيك هذا الأمر وآتيك بما يذيل عنك الشك ويكشف لك ما خفي عليك، فأنا جدير بتحقيق هذا كله. وهنا ودعه الأسد ورجى له التوفيق في مهمته والسداد في بغيته. انطلق دمنا إلى المرعى القريب من أجمة الأسد، وكله ثقة في أن يظفر بالثور الذي طالما أرق خواره الملك. وأذهب النوم من عينيه، فبصر بثور يرتع في هذا المرعى الفسيح، ينال ما يشاء من عشبه وينعم كما يريد بساحته. اقترب دمنا من الثور وناداه ليتعرف على حقيقة أمره، فأفضى إليه الثور بقصة مجيئه إلى هذا المكان والظروف التي اضطرته إلى المكوث فيه. فقال له دمنا: ألا تدري أنك تقيم بالقرب من الأسد ملك الناحية، وأنه قد أرسلني في طلبك؟ قال الثور: إن أعطيتني الأمان ذهبت معك إليه. فوعده دمنا بتحقيق مطلبه، ثم انطلقا حتى دخل على الأسد. فسأله الأسد: من أين أتيت؟ وما الظروف التي دفعت بك إلى هذه البلاد؟ فقص الثور عليه قصته، فقربه الأسد إلى مجلسه وأكرمه واتخذه عونا له يستشيره في مهام أموره، واحتل عند الأسد منزلة عالية. نظر دمنا فوجد أن الثور قد نال الحظوة عند الأسد، يأخذ برأيه ويأتمنه على سره ويخلو به بين الحين والحين. شكى دمنا إلى أخيه كليلة كيف أن الثور أصبح مقربا لدى الأسد وأنه غلبه على منزلته. فقال له كليلة: فماذا أنت فاعل إذن؟ فقال دمنا: لست بطامع في منزلة فوق منزلتي لدى الأسد، وإنما كل ما أتمناه وأسعى إليه هو أن أعود إلى سابق منزلتي. قال كليلة: وكيف يتحقق لك ما تريد؟ قال دمنا: سأذهب إلى الأسد وأتظاهر بالحزن والاكتئاب، وحين يسألني عما أصابني أسر إليه بأنه قد حدث ما ساءني. وعندما فعل دمنا ما عزم عليه أضاف قائلا للأسد: وليت هذا الأمر يتعلق بغير مولاي. قال الأسد: أيوجد من يفكر في إلحاق الضرر بي؟ قال دمنا: نعم، إنه أقرب الناس إليك الذي ائتمنته على سرك. هنا تغير وجه الأسد وبدا عليه الغيظ، ثم قال: ومن هو؟ دلني عليه. قال دمنا: إنه مستشارك الثور الذي أمنته وقربته. قال الأسد في غضب: وماذا حدث من الثور؟ قال دمنا: كنت برفقته بالأمس، فأخبرت بأنه قد اجتمع بأكابر جندك وبين لهم أن الأسد في طريقه إلى الضعف، وأنه يبدو عليه مظاهر الإعياء، ومن أصبح هذا شأنه لا يقوى على تدبير شؤونه. ولم يكتفي الثور بهذا، بل إنه يعد العدة لمهاجمتك والإطاحة بمملكتك. قال الأسد: وما علامات ذلك؟ قال دمنا: إذا دخل عليك الثور أيها الملك فإنك ترى تغييرا في هيئته، وترى مفاصله ترتعد، وتراه يتلفت عن يمينه وشماله، ثم إنه يتجه بقرنيه إلى الأمام كمن يتهيأ للنطاح والقتال. أحس دمنا أن الأسد سيرسل من يأتيه بالثور ليتأكد من كلامه،
وليتحقق له من العلامات التي وصفها له. فقال دمنة: لا أرى الصواب في أن يرسل الملك في طلب الثور، وليسمح لي الملك أن أذهب إليه لأتحقق من صدق ذلك بنفسي. فرضى الأسد بذلك. ثم إن دمنة توجه على الفور إلى حيث يوجد الثور، فتظاهر بالحزن والاكتئاب، فسأله الثور أين كان وما الذي حبسه عنه تلك المدة. تنهد دمنة وقال: لا شيء أحزنني وأدخل الاكتئاب على نفسي مثل ما سمعته من الأسد. قال الثور: وماذا سمعت منه أيها الصديق المخلص الوفي؟ قال دمنة: كنت عند الأسد في مجلس من مجالسه، فسمعته يقول لجلسائه أنه ينوي الفتك بالثور بعد أن سمن وأن لحمه يكفي طعاما له وللمقربين إليه. وقد رأيت أن من المروءة والوفاء أن أحذرك منه حتى تكون مستعدا لمنازلته حين تدخل عليه. ثم إن الثور توجه إلى الأسد، وحين دخل عليه راعه ما رأى من العلامات التي وصفها له دمنة، كما أثار الأسد العلامات التي رآها على الثور حين دخل عليه، فنشب بينهما القتال وسالت منهما الدماء. ثم قام الأسد بقتل الثور وتمزيقه، ثم جاءت الأنباء بأن دمنة كذب على الأسد وخدعه، فندم الأسد على فعلته وأصر على الانتقام من دمنة، ثم هجم عليه الأسد وقتله شر قتله. وهذا جزاء من يشعل الفتنة بين المتحابين والمتصافين. وفي الختام أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بالقصة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد، وإلى لقاء آخر وحكاية جديدة، دمتم سالمين.